السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل هوايتنا فصلية حازم ويا الحلقة 29. رحت الحمام، قعدت أمسح وجهي ونزعت العدسات، حطيتهم بالحافظة مالتهم وضميتهم بالجنطة، ودعت الله صار قدامي رسل أزل ممكن أفوتن، رسل شبيج مستعجلة أريد أحكي وياك. أزل أي نعم أسمعي، أسمعك أحكي. رسل أنتي فصلية حازم؟ أزل زوجته. رسل أضحك، منين جبتيه؟ ترى أعرف أنتي فصلية أخوك. كتل صالح ابن خالتي. أزل والمطلوب؟ رسل المطلوب، ما تكذبين وتقولين مرته. أزل حبيبتي، أنتي اشتهدين شو من أول ما أجيت ما مرتاحة نظراتك، إذا تريدين أجيب لك العقد مالتنا. صحيح كنت فصلية بس هسه مرته، اتهمتي. رسل ايش دعوه هالقد عصبية؟ الله يساعد حازم عليك، طلعت يا أم لسان، أنتي أصلا فصلية وإذا عقد عليك أزل وخري أطلع لساني بس ويا نماذج يلا من أمثالك. رسل هي الصبة الأخت، نفعت ومشيت. والله هاي البنية من بين أمور راحة، ما ارتاحت إلها أبد، تدخل بأشياء ما تعنيها. رجعت قعدت بمكاني من البنات وقعدت معصبة، رنينها أول شن شبيه شن معصبات اثنين شن هاي أدية وقعدت معصبة، ما أدري شبيه النوبة، أنتي جيتي من الحمام عصبية، شنو صاير؟ أزل هاي رسول ما أدري شو اسمها، خلي توخى من طريقي من هسه، أقولها إلكم والله لو صارت بوجهي مرة ثانية أتعارك وياها بنص القاعة وشوفيها منو. أزل رفع يمه، حتى وأنتي عصبية كيوت. أزل رفا مو وقتها مد الشاقة وياكم، واني نضحك انا فورا وهذني اذا كان خرب حظي، هو غدير ضايج وكل شوية يذب لي كلمة خرب اليوم، ما ادري شبيه شبيهم وياي. لحد ما فرقت القاعة واجوي ياخذوني انا ارجع ويا حازم مثل ما اجيت، وصعدت سديت الباب قوي ومعصبة. حازم خير شبيك منو مو على بعضك؟ هزل ما بيه شي. حازم ترى اعرف بيك ضايجه، شكو منو بضوجك من جبتك للقاعه؟ ما بيك شي، شنو قلبتي هسه؟ هزل حازم مليت، كلها يسموني فصليه وفصليه، مليت والله مليت، كلمه فصليه تجرح قلبي وهم يقولوها بكل دم بارد، مع انه انت عقدت علي وصرت مرتك وبعدها نفس الشي. حازم كافي ازل، مسحي دم دموعك، معليش بيهم، انتي لا تضوجين روحك. مزحت دموعي وضايجة حيل، حطيت راسي على الجامة ودايخة حيل ونفسي دا تلعب. حازم حسبي طبق سيارته على صفحة ونزلت استفرقت، غسلت وجهي وصعدت. حازم شبيك أهلك المستشفى؟ أزل لا ما داعي، شوية دايخة من الطريق شي عادي تصير هواي. حازم راحتش، لحد ما وصلنا البيت كنت تعبانة حيل، رحت بدلت وقعدت أرتاح. اجا الليل كنت بالغرفة، جعت لين ما تعشيت، نزلت جوا بالمطبخ اشتهيت أكل بوتيتا مربى ومدري ليش أكلة غريبة، طلعت وقعدت أكل وعادي عندي أحسه طيب، لحد ما كملت غسلت وصعدت. إجا ثاني يوم يلي هو يوم العرس، ما بدت أروح بس البنات ما قبلين يقولن تعال غيري جو، وأنا أصلا تعبانة مالي خلق. رحت بدلت وحطيت مكياج خفيف كلش، بس الحمام ومسكارا وايلاينر لا غير، واحنا العرس طول الوقت شنو الضاجة وتعبانة. ازل حازم بس راح اطلع برا القاعة شوية، اختنقت. حازم تمام براحتش، طلعت برا القاعة اشتميت هوا داري، ارجع للقاعة صار بوجهي، صارت بوجهي رسل روان اختي يبوها ايش تريد مني، عفريت 24 ساعة تطلع بوجهي. شتفت ايدي وقلت الها من ورا خشمي، ازل نعم رسل انتي دومج مستعجلة حتى البارحة. ازل هي مستعجلة وما عندي وقت حتى اقضي وياك هيجي وقت، فكلام فارغ ومنها اي فايدة، واخي من طريقي روان اوي. رسل عفيها خليت ولي امشي، واخرت من طريقي دا امشي، داست على فستاني وتعثرت وقعت وعصبت منها تراب فستاني، قمت جريتها من شعرها ودفعتها بالقاع. روان اخذتها براسة ركضت القاعة، دخلت مدري شبيها، هي صارت ثور وتريد تهجم علي، ضربتني رايتي قمت أجرجر بشعرها حيل، عصبتني كان أسمع صوت حازم صيح علي حازم أزل. درت وجهي وشفت حازم ورا رنين وياهم وروان بينه، هي قالت إلها عرفتها وهي تهزر بيها وشعرها مكفش، إجا قبالي وعصبي صاير. حازم شنو هالتصرف؟ قلتي أنا طالعة أشم من هوا، قلتش طلعي أثاري رايحة تتعاركين أنتي. أزل حازم بس أنا
حازم شو لا كلمة بيها تكتلين بيها أزل تشوف طبع ضايتي ضربتنا هذا صرت والله كذابة كنت طالع أنا وروان هي اجتي وضربتني أنا ضربتها قابل أخليها تضرب بيا روان إيه صحيح رنين لا تحلفين أزل ما تسويها أزل أنا طلعت وانتن اجيتن ورايا وقعتني شو ما نحكي علي ودفعتني تستاهلين أكثر رسل والله يا الله جقت تكذبين انتي كبر حقك اهلك مو مربينك كان ما انطوك فصلية من حجت هيك عصبت كلش عليها كانت واقفة دفعتها وزحلقت ايدها دلخت ايدها بضافي حازم جابني منها رسل اخ ايدي روان هاي قدامك وتضرب بيها حازم عصر ايدي قوي وجابني دخلني القاعة هو يجوجب ايدي حازم قاعد هنا حسابك بالبيت لحد ما دخلت الحفلة خلصت الحفلة وزفوهم للفندق رجعنا للبيت اول ما رجعنا صعد الغرفة بدلت أمشط شعبي قدام المراية صعد حازم وطبق الباب قوي فزيت من مكاني أزل شبيك فزعتني وقف قباله وجوني من زندي حازم والله لو سويتيها مرة ثانية ما تلومين إلا نفسك أزل شبيك حازم عوفني هي نرفزني حازم وتقوم يضربيها مو أزل هي تستاهل هي تستاهل لأن هي عالت بيا حازم راح أمشيها إلج بس لو تتكرر هالشي صدقيني ما أرحمك أزل خلاص عوفني افتهمت وهذا الوقت وإجا ثاني يوم رجعوا العرسان للبيت وأكيد لها الأهل ومن هالأشياء كانت الدنيا صبح لأن ترينين تلم الريوق الغرفة ودت لهم الريوق لغرفتهم جنت تريك فجأة لعبت نفسي وأحس روحي أريد أستفر قمت من مكاني بكذا استفر الكل استغرب من وضع الشيخ شبيك أزل ما بيه بس شوي لعبت نفسي داخل أريد أروح أرتاح رفع أودوها للدكتورة حازم الباحة صار نفس الشي ردت أوديها ما قبلت الشيخ كل شي ما بيه كانها حصان بس عيارة رفع عما شي سافر يشوف وجهها أصفر حازم اليوم أخذت المستشفى العصر أزل ما أريد أي شي بس أريد أرتاح حازم وكيفي صعدت فوق مستعجل لحد ما اجى العصر ردت ما اروح بس حازم جبرني اروح انا رحنا المستشفى واخذ التحاليل الدكتور مبروك حامل بشهرك الثاني ازل شنو الدكتورة حامل انصدمت ما قالت حامل اخذت التحاليل وطلعت حازم هاش طلع ازل حامل انضيت التحاليل هو اكتفى بابتسامة انا ضجت حيل ما ادري ليش ادري اريد ابكي قوة لازمة دموعي ازل خليني ارجع لازم شبيك مو على بعضش أزل حازم الله عليك خليني أرجع قوة شايلة روحي رحنا صعدنا بالسيارة سيارة رجعنا للبيت الكل فرح بالخبر ما عدا أنا حسن روحي اختنقت كلش كرهت روحي بذيك اللحظة ما تمنيت أكون حامل ما أدري ليش ما فرحت رحت لغرفتي بدلت وقعدت أبكي فتحت الباب إجا حازم يمي استغرب ليش أبكي حازم أزل ليش تبكين شكو صاير شي أزل ما أريد أصير حامل ما أريدن أموت أنا أموت روحي أنا ويا حازم إيش إهدائي ليش أنتي بهبلة أكو وحدة ما تفرح أزل إي أنا حازم سكتي خلاص مسح دموعي وأنا مستمرة وأبكي وأشهق أحكي ويا بابا الشفايف يغرب وجهه مني وباسني أنا ظليت أرفس بحضنه أريد يعوفني هو مستمر اختنقت لحد ما حسن بي وعافني صدمت أزل أنت سد حلقي وسكتني حازم إيش طلع وعافني بقيت مصدومة مكاني الحلقة 30 طلع وعافني بقيت مصدومة مكاني مو أسبوع على حملي وراحة 80 رجعت للشمال وحازم تصرف وياي صار أحسن من قبل وأنا أقدر أقول تعلقت بي شنت في المطبخ ويا يم رفع قاعد أثوم ثلاثة أساعدها بأشياء خفيفة كل شوي أخذ من الليمون وأكل منه رفع يا ولج أزل شنو نحط على الزلاطة يلا قومي أخذ لي أخذي ليش من الثلاجة أزل ما بي أحل أحل اشتهيته وأكلته شنو حرام أصلا سدت نفسي وهي ما أريده عفت الليمون على صفحة وكملت ثاوم وأخذت منه رفا ما تدري مو قومي ليش بلا تعاجز طلعي ليش من الثلاجة قومي عدني اللمان الزلاطة أضحك أزل اشتهيت إيش أسوي تعرفين أحب الأشياء الحامضة أموت عليها رفا من يمتى أزل ما أدري رفا قال ليش خاب حامل وبلا أزل دخل الولد بالحامض رفا لأن تشتري أشياء حلوة حامل ببنية وتشتهي أشياء حامضة حامل وبلد أزل معلومة من التشيس هاي
اجت يمي ضربتني على ظهري وضحكت وفاء، يا من جيست يا صديق، هاي قديم المعلومة. الزيت كذب، مو ذول اللي يقولون، لا تسبحون المغرب، بين نفسكم مسوين هالمعلومة. فاء ودعتش صديق، انا من حملة نرجس، قمت اشتهي حلويات هواي، وهم دخل ايش دخل العادات والتقاليد هاي بموضوع الحمل. ازين ايش مدريني، وفاء لا تحكي شي، تحكي شي وتقول ايش مدريني، خراب حظي. دا احكي جتي مرات فهد للمطبخ، ما عرفتكم على مرات فهد، اسمها قمر، ما شاء الله اسم على مسمى، والشيخة تموت عليها تحبها على بالك بتها، غير بيت صديقتها بعد عمرها بقدي، وهي حبابة وزينة بس حساسة بزيادة. قمر بنات شنو ساعتها؟ وفاء لا حبيبتي ما يحتاج، روحي ارتاحي، قمر أكيد خاف محتاجات شي. وفاء لا سلامتك نريد. قمر زين خلي تروح، هذا الخطيح عامل ما تقدر تشتغل. أزلي والله أنا تعبان أروح أنام. نمشي جبت إيد وفاء، وفاء أضحك، لا ما تعبانة، روحي قمر، أصلا إحنا كملنا بس. أزل الله يسلمها سن تثرم. أزل وفاء، وفاء إيش، فروحي يم الشيخة شوفي مش محتاجة، ما محتاجة قمر. أوكي بحكي، عود ولد ساعة من أول ما أجيت ما خليتوني أشتغل، غير أنا كنا هنا. وفاء لا بعدش عروسة، العمر كله قدامك تبعين شغل وضيع، مش عندك مستعجل عليه. قمر ضحكي، والله صح كلامك، برخصتكم أروح أشوفه، عمش محتاجة أشوفه، أخذ دواها. أزل بصوت ناصح، لا تخافين، هاي حتى ما لو ما تشرب دواها تلقيها مثل الحصان تتراكز. قمر ها شو اللي قلتي؟ شكل وفاء سمعتني، قبصتني بزندي وابتسمت. القمر وفاء لا ما حكيت شي أي شي. قمر ها عبالي حكيت شي. طلعت من المطبخ، وفاء دارت وجهها ايدي وتخصبت. وفاء بس تردين تنهزمين عابت. ازل ايش بيج، هي قالت تريد تشتغل، خلي تشتغل، بدالي ترى عبوات السبعة مالتها مو حكي، هذا ماكو غير ازل وفاء بهالبيت، ينظفن عفيها مقامر ست الحسن والجمال وحنان ودنيا شنو شغلهن. وفاء هاي مدللت دللت الشيخة، عيني طلباتها اوامر، وبس تشوفيها بالمطبخ يولونها سواد لينا خومة مثلنا احنا المقولات، غزالة بفلس نحصلها منا، وبس تعبانة قاعدة مو مسوي اشي. ازل كذب ما تعبانة، بس خلي تحسب روحها جنة هنا. وفاء اي عبالي تردين تربحين تعوفيني، ويا من اسولف انا ما ها احكي. ازل ويا نفسك واضحك. وفاء انت ويا نفسك، قاعدة نسولف ونضحك. كملت العيلة، وبغيت يا ما فاهم بعض الوقت كنت قاعدة بالغرفة وحازم بالحمام ده أسبح حملي نفس الشي كرهته من الأساس، ما مهتم بصحتي، وصار عندي تليفون وقمت أتواصل ويا أهلي، شلت تليفوني من الشحن، قررت أتصل بريتاج أطمن على أخبارها وأخبار أمي. صار لي هواية ما متصلة، أمي مدق علي فخفت صاير شي، رفعت التليفون دقيت على ريتاج ورا شوية جاوبتني، ألو ها عزل شلونك شلوني مو هاي بذاته شنو ما تخابين، مفروض من طلعت من بيت اهلي شل الشكل، المفروض تسألين عليه شي، يقولي اختك عايشة ميتة بعد صار، وليش ازل اكلتيني بك شوبي انا، انتي فهمين السالفة بالاول، شفته اصلا زعلانة منك، ليش ما تعات بين نفسك، انتي هم ما سألتي، ترى دقيت الف مرة وابد ما جاوبتي، ما تجاوبين، تواصلي ويا أبويا قليل، ومن أسئلة عن أمي يقلي نايمة ودا تشتغل وما أدري شنو، أريد أفهم شنو هالدرجة حظي زفت، عوفينا من التعب، أول شي أنا آسفة. زلزل ترى تليفوني كان عطلان، والله يعني من تتصلين فشي أكيد ما أقدر أجاوب، وشلون أخابج وأنا آخذ أخابج وأنا آخذ أخبارك من أهلي، بس من أسأل أبويا يقلي بس زينة، بس ما أتوقع أنتي زينة، بس بعد الصار وصدق نسيت أقلك مجد الزوج. اي انت اي انا قلت لابوي بس زينة، وهالحكي ما حكيت الى صار، ومجد عرفت من ابوي هو الزوج، الله يهني بحياته هو ومرته، الله يهنيهم. وليش صار وياك؟ شحكي ليش؟ ما ادري من شنو ابدي احكي، وليش قلقتيني؟ تدرين لو انه انا كان ميتة هسه عز شلون؟ حازم راد يموتني، سحب سلاحه علي، كان عصبي نار، الله لا يخليك بهيجي موقف، وليش متى ترعب؟ وقتها اسوأ يوم بحياتي، كرهت روحي حتى عزة، هذا مخبل صديق يحكي، ما تعرفين من يعصب، شي سويت نوبة هربت يابو، شي سويتي انتي؟ سويت انا مثلا مستسلمت للامر الواقع، سويت شي لازم ادافع ثمنه، بس تدرين ازل حقه،
هو شنو حقه تحجين انت ايش سويت، انا جريمة هسه انت وياه، ما فهمت شي اكيد، بس انت ذنبت يعني ما شلون انت تهربين وبدون علمه وخبله انت شي اكيد، هذا يكون تصرف شي معقول، انسي لا تذكرين محمل وابج كون انسى روحي، وانا صبت مرتب بالشرع والقانون صدري ومبروك، ايش عجب شلون عقد عليك محكمة هو اصلا مشتعل النار بسببك، عود حتى ما اتصرف هيج تصرف ما ادري شنو، وصي موتى بالصدق ما ادري ايش احكي يا ازل، وزيدك من الشعر بيت صرت حامل يا صدق، الف مبروك فرحت، اخ اذني طفشتني ليش تصيحين والله يبارك بيك، اضحك اللوش من الدخيل مالي بالي مال، انت تصيرين ام ها شنو مو بعينك، لا بس شكلك بريء وكوت مو مال امهات، حتى تصرفاتك اضحك، ها قلت لحظة شلون صرتي حامل مو انتي وحازم، ما بيناتكم شي ريتهاج غير الموضوع، شبيج ما حكيت شي غلط، ليش حسد الخط او بوجهك والله غير الموضوع لا تذكريني، خلاص خلاص سكتت، قلت امي شنو اخبارها شنو ما تدرين شنو ادري، امي خطيه تعبانه كلش والضغط عندها مرتفع بالفراش، حتى من يوم ما رحتي تمرضت وكلها تصيح بنتي وبنتي تريدك وخايفة عليش، نقول إلها أزل ما بيها شي، فتقول لا قلبي يقول غير شي، سوي شنو أمي مريضة، إي بس اهدئي شوية، ما قال إليش أبوي، لا قال إلي زين ليش يكذب علي، يجوز ما يريدش تنقهرين، نزلت دموعي كلش انقهرت وضجت من سمعت أمي مريضة، أريد أروح لها أزل كافي تبكين شبيك ادعي لها وبس، شنو اللي يجي البتشي شي يفيد، ريتاج هاي امي نوبة تتمرض بسببي، انت شايلة مرضها اوف ريتاج، ما اعرف شحكي بعدين اخابك ماشي عمري، دير بالك على نفسك، غلقت التليفون ورجعت لمكانه قاعدة اتحكى بواي وابكي، وشوية طلع حازم من الحمام دا يشوف شعره، شافني ابكي واجا وقف يمي، حازم ازل سكتت وما حكيت شي، حازم ازل دا احكي وياك من اصيح تقولين نعم، رفع راسي وحط ايد بعينه بعيني، حازم شبيش تبكين احكي، ازل حازم امي مريضة، حازم شبيها ازل ما ادري اختي تقول مرتفع الضغط مالتها، حازم بس على مود هاي تبكين انتي صدق تحكين، ازل حازم فدوى اخذني لامي اريد اشوفها، حازم مسح دموعك اول شي وثاني شي من تولدين بالسلامة اوديش وتدللين، ازل شنو من اولد بعد اشهر هواي اريد اشوفها انا ما علي، حازم والله هذا الموجود عاجبش لولا انتي ابد ما مهتمة لصحتك ولا صحة ابنك، شنو هو شنو ذنبه طريق طويل وانتي منها حامل شو تستحملين، ازل عادي خلي اموتن اصلا انا اكرهها ما اريده، انصدم من كلامي قبض ايده قوي وعصب، حازم ازل جملة ما اريد اسمعها، سمعتي شنو تكرهين هذا ابنك فهمتي، وعصب وغصب عنك تهتمين بيه هذا بعد ما جاي للدنيا وانتي هيك كارهته، ازل ما عليك بيا انت سويته بيا مو هينة من حقي اكره باللي ببطني لان صار غصب عني، حازم سكتي بعد شي صار وانتهى، قمت من مكاني وقفت اقباله وعيوني مليانة دموع ومعصبة، ازل باوع حازم هاي قنع روحك بيها مال شي صار وانتهى، بالنسبة الي شي صار وانتهى بالنسبة الي لا، حازم كافي يا بنت الناس دوختيني هسه ايش تبدين، ازل ما اريد شي بس اريد ان توديني البيت اهلي، حازم بحلامك اوديك هسه قلت لك مو من تجيبين، ازل لا توديني وكيفك ترى اسويها مره ثانيه واهرب من البيت، حازم شنو قلتي، ازل مثل ما سمعت جابني حيل الي وسد حلقي وكان كلش غريب مني، حازم باي ازل حقك وحق الخلقه لو كررتي هروبك مرة ثانية تندمين عليه، ولا عباش اسكتلك وهسه لو بس حكيتي حجاية وحدة اتصرف وياك بطريقتي ما تنفع وياك الا العين الحمراء، ظليت ارفس بحضنه اريد يتركني عافني، سكتت نمت بنهاية الجرباية وضايجة، مرت الاشهر ومرت وصرت بشهر الرابع طلعت جنين ولد بشيخة فرحانه ودللتني بهاي الايام بعد ولد حامل شي أكيد تفرح، إجيت الأشهر الأخيرة من حمل وقوة شايلة روحي وبطني أشكبرها وحازم أشكبرها وبلا شي وأنا ناعمة، وحازم أبد ما مقتنع يوديني لأهلي إلا من ما يكمل حملي، إجي يوم من الأيام شنت قاعدة أردت الغرفة مالتنا، إجي حازم من الشغل رحت طلعت إلى ملابس وعلقتهم بالحمام راح يسبح لحد ما طلع من الحمام، قاعد هنا شوف شعرك إن الدعاء عدل الشباية إجا وقف قبالي، حازم ألف أزل عوف اللي بإيدك
أزل أصبح سأكمل، حازم دا أقلش عوفي، جبل مخدم مني وشو مبها، أزل شبيك مو دا يشوفني دا أشتغل، لزل بهيدي وطلع حلقة، ذهب ولبسني إياها انصدمت، أزل شنو هاي حازم مثل ما تشوفين ما أبيدش تنسعيها أبد، أزل بس ليش جبني من خصفي هو مثبتني، حازم لأن أحبك وهسه أنتي موتي وما أبيد أبد تنزعينها فهمتي، ما كنت متوقع أبد انصدمت حيل بس فضحت هم بداخلي، الأيام اللي إجت بعدها حازم تعامله صار أحسن وأحسن من قبل، بس هم نتعارك مثل قبل بعض الأحيان، عمري صار 20 سنة بعد كل هاي الأحداث، يوم من الأيام كانت الدنيا ليل وأنا بالحمام دا أسبح حسيت بأوجاع بطني، بس ما حشيت سكتت قلت عادي يمكن الطفل دا يتحرك، طلعت من الحمام مشيطت شعري ورحت يم الكنتور، قعدت أرتب الملابس وحسيت وجع كلش قوي ومي نزل من جواي صرخت بأعلى صوتي. ولازم بطني من الوجع أزل حازم حازم هجاني حازم ركض شافني قوة شايلة روحي وحالتي حالة بدل بسرعة وراح صاح رفاق جتي للغرفة طلعتني شال عباية ولبسني أو أزل رفاق راح أموت من الوجع أبكي وعيط ما أقدر أوصف كمية الوجع يلي حسيته بذاك اليوم ألم فظيع حازم ودى المستشفى جت ويا رفاق والشيخة نقلوني صالة الولادة شفت الموت بعيني لحد ما سمع صوت ابني شوية هدأت وهل كان تعب ودموعي تاسع عيني وشوية دخلوا الشيخة ورفاق وحازم اجا وقف يمي انطت الدكتورة طفلي الحازم هو شاله اذنه وفرحان بيه بس انا لا اوقف يمي ولزم ايدي حازم الحمد لله على سلامتك اذا بتعب الله يسلمك حازم راد ينطيني ابني اشوفه انا دفعته وقلت ما اريده انصدم من تصرفي حازم ازل شنو ما تريدينه هذا ابنك الشيخ حازم عوفه اكيد تعبانه بعد يهتم بيه هي بحاله صدمه هسه وهاي اول ولاده الها رفع اخويا كلام الشيخ صحيح خطيه تعبانه عوفه حازم سكت بس مبين عصب مني انا نمت من التعب ورا ساعات رجعنا الصبح من رجعت صعدت غرفتي بدلت وبكيت شوية وسكتت ومسحت دموعي لازم أرضى باللي صار تمددت على شباية بتعب وشفت ابني بالكاروك مالته ويمه رفاق أزل أدري بيك هسه تعبانة ومالش خلق أي أحد بس من تصيرين زينة إن شاء الله تقومين على حيلك ابنك داري واهتمي بيه ترى حرام تبكيه هيجي أزل رفاق ما أريد دا أقولكم ما أريده شبيكم أنتم ما تفهمون رفاق خلص أهدي مو زين عليك ارتاحي حسيت بيها ضاجة تصرفي كله غلط بس أنا من نفسي كرهته ما أدري ليش أبد ما أريده دا أحسه ما دا أحسه ابني مرت الأيام والأشهر ابني صار عمره 18 أشهر حازم سماه كنان أنا أصلا ما مهتمة إله أكيد يقولون شلون أم هاي كارهة حملي من البداية ما أعرف ليش دا أتصرف هيجي أما الداية توم وكنان هي الشيخة ورفاق والشيخة ميتة عليها حتى ما تقبل يودو يمي من الرضع يدزونه يدزو حازم عابض على تصرف دائما يرزني ويقعد يقول لي هذا ابنك وما يصير من يكبر شلون ومن هالحكي وانا ارضو جنب كلامه عاند هو يعصب ويصير عركش كوفه واظل زعلانه المهم ما علينا بيهم عشت حياتي عادية كلش بس تأثرت نفسيتي بعد حملي أحس روحي كارهة نفسي وكارهة ابني أحس إن أصلا تغيرت جذريا حتى يشوفني كأنما مو أزل القديم تصرفاتي تغيرت كنت أنظف الغرفة حازم وقف قبالي أزل حازم ممكن طلب أتمنى ما ترضي حازم احكي شنو طلبك أزل حازم ممكن طلب أتمنى ما ترضى حازم احكي شنو طلبك أزل أريد أشوف أهلي صار لي سنوات ما رايحة الله عليك وأنت وعدتني ورا الولاتي توديني حازم تنامى ما وديك من قال هيك فرحت كلش أزل الصدق حازم إيه بس بشرط أزل شنو هو حازم أنا راح أوصلك بس تاخذين كنان وياك وتعتبرين ابنك كافي ترى مسختيه بتصرفك هذا تحكم مزاجي من قال هيك يرضى جدا وجهي ده أريد أمشي أزل خلاص ما أريده شكرا ما أروحن سحبني من ايدي وخزاني حازم مو كيفك ابنك هذا من اول ما جبتيه ما مهتمه اليه ما كلفتي روحك يوم ما حتهتمين بيه ازل كافي مو حتى الطفل ما راح يعرف امه من تصرفاتك التافهه هاي ازل تصرفاتي تافهه مشكور حازم ايه واكثر وخلص أزل متى الحين انسي هالموضوع ابقي هنا أنا احسن لك ضجت حيل منه راد يطلع وقف قباله وقفت قباله أزل حازم الله عليك خلي اروحن حازم وقلت ليش ما تردين ترحين هسه أزل لا راح اروحن واخذ كنان وياي والله
حازم تمام، لعد باكر جهزي نفسك. طلع ورحت ركضت، جهزت ملابسي وملابس كنان هم جهزتها، راحت بالليل الصالة، شفت الشيخ خرافة موجودات وكنان دا يلعب بالقاع، والشيخة تلعبه، الشيخة اي عاش من شافك. زين نزلتي اليوم حابسة، روحك بالغرفة، أبد ما طلعتي أزل عما أريد كنان. الشيخة امشي ليش تريدني كنان، روحي رجعي الغرفتك أحسن لك. أزل ابني وأريده شنو منطي إليك حتى هو مو حفيدك. الشيخة ليش نصي صوتك، شلون تحجين وياي هتشي لسانك جبال لقص. أفا أزل شبيك عصبي من يمتى أنت تردين كنان، شو شامات علينا وابن ما تسألين عليه. أزل اليوم أريده عندكم اعتبار، الشيخة هو طفل مو لعبة حتى تردينه وما ما تردين. أخذته وشلته من القاع، الشيخة ظلت تحكي علي، أنا عفتها وصعدت. ركض هو يضحك عبالة دا ألعبه، قعدت حطيتها بحضني وأبوها على الوجه. أوف يا ربي ليش هجد أتصرف، أنا شنو ذنبه؟ قعدت أبكي بصوت كاتم، وأنه أنا وأمي هو صافن علي، يناغيني ما أخذ ملامح مني ومن حازم. طالع يجن الملاك ونازل من السماء بقى يمي بهاليوم. حسيت صدق ابني، اهتميت بيه وما رجعت للشيخة ورفاء. والشيخة كل ما أنزل تشمر حكاية علي وتسبني، والله يا الله ابني وهم تسبني لأن ما أخذته منه. إجا ثاني يوم قعدت من النوم، رحت سويت ريو وقعدنا نتريق، رحت أسبح وبدلت، رحت بدلت الكنان هو يسوي بيده حركة يعني شيليني. شلته ورحنا للسيارة، حازم ودانا طريق طويل، نمت لحد ما وصلنا. حازم أنا راح أروح 3 أيام وأرجع أخذكم. أزل شنو 3 أيام؟ شوية خليه 5 أيام. حازم لا خليه 10 أيام. بعد قلت 3 أيام خلاص. أزل بس حازم أزل لا تعاندين، أزل هاي هي 3 أيام. بعد دخلت البيت طلع لي أبوي، سلمت عليه حضنته وظليت أبكي. أبوي كافي بنتي لا تبكين دخلي. دخلت رحت سلمت على مرت مجد، ومجد هم سلمت عليه، ظليت بس أبكي دموع الفرح. شو صار لي ما شايفه حتى من هربت ما شفت. أزل أمي وينها مرام، ومت غرفتها رحت ركضت الغرفة أمي، فتحت الباب لقيتها متمددة على فراشها ومريضة لحد الآن. حيل ضجت بوقتها، رحت يمها لزمت ايدها وابشي يم راسها. ازل ماما رجعت لك، امي عدلت قعدتها وجابتني لحضنها وحضنتني قوي، وتبكي وتقول بنتي. اخذت مني كنان حطته في حضنها وتبوس بيه. امي يوم فدوى الحفيدي غير يجنن مثل امه. انا قاعدة يم امي وكل شوية ابوسها، ابوس راسها وفرحانة حيل لو توقعت اجي اشوفها بعد ما هربت. امي ازل ديري بالك على ابنك، لا تهملي خطيئك، واحد واحد يهمل هيك جمال. أزل ماما مو بيدي، ما متقبلة عندي ابن، كلش أشوفه أتذكر حازم من عذبني، ومن ذاك الوقت صرت بحامل بيه. أمي ما يخالف يمه، أهم شي حازم هسه زين وياك، وهذا ابنك حرام عليك. الله حط الجنة تحت أقدام الأمهات بسبب الحمل والتعب والولادة والتربية. أبد أنتي أبد ما مهتم بيه الخاطري، اهتمي بابنك وعيش حياتك، والله راح تتعلقين بيه. قلب الأم حنين على ولدها. أزل إن شاء الله ماما. ثاني يوم رحت البيت ريتاج أشوفها، ورحت أروح ولدت أروح الريان، بس ما قدرت أروح لأن أمي قالت أهلها شالوا وما تعرف أخبارها، بس أنا عندي رقمها وتواصلت وياها. هسه هي دا تدرس جامعة ومخطوبة. ثالث يوم أجي حازم، رجعنا البيت، كان تحلى ب3 أيام بحياتي، تونست حيل يم أهلي، سمعت كلام أمي وصدق حرام علي هيك أسوي. ظليت أهتم بكلام، تعلقت بيه كلش. الكل لاحظ تغيري، صار عمره 1.5 سنة، صار يمشي ويوقع ويحكي كلمات من كيفه ما نعرف شنو هي. كنت دا أنزل من غرفتي دا أروح على المطبخ، شفت قدير ضربة كنان راشدي وصيح عليه، هو يبكي وأنا رحت إلها وكنان كمش بدش داشتي. أزل ماذا استج منا استج شنو تضربي غادي ما عليش عم تود أدبه. أزل يلا سويها ابني، ويقول لا سويها غادي قط طلعي قطع لي سماعتي. أزل انتي شكو تعوفيها بالقاع، هو طفل وما يفتهم، الله يكسر ايدك. غادي من شبي لا تدعين علي حيوانة. أزل منو الحيوانة؟ غادي انتي منو غيرك؟ انا عصبت حيل منها وقمت جريتها من شعرها وقعدتها بالقاع، قطعت شعرها اتقطع. سمع صوت الشيخة اجتي، شيخة يا الله ولش. ازل قومي من بنتي حتموت، عوفيها حقيرة. ازل عوفي عوفني عوفيني حسب حسابي وياها. الشيخة لك حازم تعال شوف مرتك حتموت اختك الحق. اجا حازم جرني من غدير قومي وجر ايدي. حازم ازل شنو هذا التصرف؟ ازل ما محترمه وحبيت اخليها تحترم. حازم سوت ازل ضربة كنان، شوف طبع الراجدي عليه
وجهه هاي الحق يا من قول طفل تقول لي والله قطع سماعتي حازم استغفر الله وتالي وياكن 24 ساعة تتعاكن وانت غدير منو سمع ليش تضربي غدير اي وانت قمت تدافع لها مو شنو نسيته هي كانت فصلية الأولى أزل فصلية تاج راسك وتاج راس الخلفوج فهمتي حازم جاوني من شعري وقبض إيده حين حازم سكتت إلك وقمتي تشفصين ألف مرة أقلك لسانك لا تطولينه جريت إيدي من حازم وأخذت كنان ورحت صعدت ركض غرفتي ودموعي تنزل عشرة عشرة سديت الباب وقعدت أبكي وكنان قاعد بحضني ويمسح دمعتي بدموعي وإيدي خرمشة من أظافة غدير وش يشيلها ويبوس بيها ويقول اوه حضنته وامسح على راسه وابشي لحد الليل كانت دا نوم كنان لحد ما نام دخل حازم دبت وجهي بمعنى زعلانة مشيت من اتجاهها حازم هو جاجوني من خصري ازل عوفني حازم سكتي ما عوفش بعد الزعلانة ازل اي ما اسامحك الله عوفني حازم ما عوفش ازل كافي حازم شو السالفة حازم أزل أنتي كل لسانك شوية ترى مو كل المشاكل من ورا لسانك يوديك ورا الشمس أزل خلص آسفة بعد ما طول لساني باسني بخدي وقال بعد لا تعاندين ابتسمت إله وسحبني الحضنة عمري صار 24 سنة بالضبط كنان كبر كلمة يكبر يصير أحلى انتقلنا أنا وحازم عزلنا بيت وحدنا غدي انخطبت بعد شهر مشينا فهد صار عنده ولد توأم أما أنا بهاي الأيام حملت ببنية وقمت أروح لأهلي هواية صاروا قريبين عليه بيضطر كذلك عزلوا وحدهم مرت إحنا نروح لهم وراتهم ويجون إنه وجبت بنتي وعشت نفس لحظات يلي عشتها بحملي وبكنان هم ألم وتعب وسميتها در درر عشت حياتي كلها حلوة بين أطفالي وحازم وزاد حبي لحازم أكثر تعلقت بيه كلش تحولت حياتي من عذاب وحزن إلى فرح وسعادة الله لو راد شي يسوي وماته وماكو شي مستحيل عند رب العالمين لو الله بلاكم بشي لا تضوجون وتيأسون من حياتكم ماكو شي يسوى يسوي بدون حكمة أسيب قصتي العشاير قصتي وصلت معاناة وعذابي مو الكل أكو عشاير تنحط على الراس والنعم منهم ما أقول لكم لهنا وخلصت مشاكلي وعشت مرتاحة ماكو بيت عراقي يخلص من المشاكل يوم عن يوم يختلف أيام تمر علي كلش صعبة ويا حازم وأيام كلش حلوة وياه قمت أحب حازم وعشقه ما قدرت بدونه هو حابني أكثر من قبل بس عركاتنا كلها بسبب عنادي ولساني بس هو متحملي تحياتي لكم أزل تحياتنا للكاتب الرائع نور هان.